السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. اليوم جبت لكم حلوة جافة اقتصادية وسهلة التحضير. نروح نشوف المقادير وطريقة التحضير. عندي هنا 250 غرام مارغرين، نضيف عليهم كاس سكر غلاس معمر، قرصة ملح، مغرفة لافاني مغرفة صغيرة، عندي هنا كاس زيت إلا ربع. نخلط كل المكونات بالباتور، واللي ما عندهاش باتور تقدر تخدمها باليد. برك المارغرين تخليها في المطبخ باش تكون طرية وتسهل لك الخدمة. لهنا راح نضيف البيض، زوج حبيبات بيض، لهنا راح نضيف الفارينة، نص مغرفة خميرة كيميائية، مغرفة صغيرة، نديرو غير حاجة قليلة باش ما تخسرناش الشكل تاع الحلوة. في الحلويات الجافة ما نكتروش الخميرة الكيميائية باش ما يخسرناش هذاك الشكل تاع الحلويات. نضيف الفارينة تدريجيا، لاباط ما نعجنوهاش نطموها برك، هنا راح نستعمل يدي احسن. دوك راح نزيد لها غير شويه، لاباط ما نجريهاش وما نديرهاش يابسه. هذا هو القوام اللي نسحقوه. عندي هنا بابي سيلوفان راح نغطي به المول ونحط فيه لاباط باش تسهل لي الخدمه. المول ما نديرو لا زيت لا فارينه، هذه هي الطريقه الاحسن وتخرج لك الحبه روعه كما راكم تشوفوها. السنيوه راح نديرها في الفرن 180 درجة، طيبها من التحت ومن الفوق شوية تخرجي بط دوري. نرش عليها سكر غلاس هشة خفيفة. لهنا جبت لاكونفيتور ليكيد، ديتها في هاد القرعة وضفت عليها لاباطا غوم، كل وحدة تخيل لاكولور اللي عجبتها. هاد القرعة كومبلي دارت لي 50 حبة، خرجوا لي 50 بيس كما راكم تشوفوا عمرتهم كامل. دوك نروح نشوفوهم في طبق التقديم. حلوة تاعنا راهي جاهزة، سهلة ديريها في رامشتاين ما تديش كامل الوقت. هاي لك الحبة كيفاش دايرة كي نقسمناها. وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك، ما تنساوش تشتركوا في القناة معايا وفعلوا زر الجرس. ملاقات الخير، سلام.